وفي الأخبار الاقتصادية، استعرض وزير المالية محمد معيط خطة مصلحة الجمارك في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا. وجه الوزير بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية وخاصة الأساسية أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية ومنتجات الصحة العامة والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، لافتا إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك، ومؤكدا أنه سيتم تفعيل الإدراج الإلكتروني للإقرارات الجمركية.